دخولنا في هذه الاستحقاقات الانتخابية ديال 2021 يعني كان عن قناعات وقيم الدفاع عن حقوق ديال الساكنة، لأن مديننا ولاد كريان سنترال 12 عام هذه يعني عاشوا ولايتين متتابعتين وما شافوش شي حاجة اللي كترجع لهم بالخير. الإخوان، اللائحة هذه يعني لائحة تاريخية تحت يافطة تحالف فيدرالية اليسار، رمز الرسالة، لائحة دخلت التاريخ، والإخوان اللي شرفوا اللائحة بدورهم دخلوا التاريخ. والآن كنقولوا احنا باسم ولاد الحي، باسم ولاد المغاربة الأقحاح، أن الكرة في المرمى تاع الساكنة، بمعنى أنهم هما الفيصل في هذه الاستحقاقات. إما أنهم يعطيوا الأصوات ديالهم لمن خذلوهم، أو أنهم يحولوا البوصلة لناس اللي بالمناسبة كيعرفوا التاريخ ديالهم، وهذا لا نمني أنفسنا الإخوان كلهم في اللائحة، يعني الإخوان ديال كريان سنترال يعرفون جيدا، الإخوان اللي في هذه اللائحة ديال رمز الرسالة يعرفونهم جيدا. الشوارع، المنطقة يعني جد متقهقرة إلى درجة لا توصف، والإخوان في الجريدة عاشوا معنا هذه الظروف هذه منذ أول ترحيل، كتبوا ونشروا وصوروا إلى آخره. الآن الإخوان يعني باسم فيدرالية تحالف فيدرالية اليسار كوكيل لائحة، يعني أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكل الإخوان الذين انضموا إلى هذه اللائحة. ثانيا أوجه ندائي إلى ساكنة الحي المحمدي بالخصوص، لأنهم هم الذين يقوون على خلق الفارق، إما لأن هذه فرصة ذهبية. كيف ذلك؟ أن المجلس المنتهي ولايته الخدمة ديالهم أو العطاء ديالهم بادي للعيان، لا سيما وأن المنطقة هنا برجالها بنسائها بأبنائها بناتها بكلها كلهم يندبون حظهم ويلعنون هذا وذاك والواقع، والآن نحن أمام المحك. أركز تدخلي من خلال هذا الحيز حول الإكراهات التي تعيشها منطقة الهرويين، ليس من على مستوى البنى التحتية أو على مستوى الملفات الكبرى، وهي التي ذات أولوية والتي لم تجد العناية اللازمة من طرف المجالس المتعاقبة سلفا. كما كيعرف جميعا بأن منطقة الهرويين كاين واحد التهافت خطير من ناس دخلوا إلى الحقل السياسي دون كفاءة ودون ما يكون عندهم يعني ذاك القوام ديال العمل السياسي. العمل السياسي كيتطلب القيمة وكيتطلب المبدأ وكيتطلب البرامج أيضا. هاد الناس اللي ماجين إما أنهم أصحاب الشكرة وإما أنهم أصحاب نفوذ وجايين للمنطقة يعني يتهافتون عليها من أجل دخول العمل السياسي، وحنا تنعرفوا بلادنا يعني ما يعوزها يعني على المستوى التنموي هو غياب الفاعل السياسي الحقيقي وغياب الزعيم السياسي الحقيقي. حنا اليوم يعني بواحد المجهودات متواضعة ديال جميع المناضلين في مقدمة من المكتب المركزي ديال التحالف فيدرالية اليسار والإخوان المناضلين معنا في جامعة الهرويين، خدينا على عاتقنا أننا نديروا واحد اللائحة كما أشار الأستاذ عتيق أنها تكون لائحة تاريخية تضم الكفاءة أولا والمصداقية ثانيا والشعبية ثالثا. هذه هي المعايير المتوفرة في جميع أعضاء وعضوات لائحة تحالف فيدرالية اليسار. الهدف ديالنا هو التأسيس لعمل سياسي حقيقي بالمنطقة، لأننا تنعرفوا بأن المنطقة لا تواكب بتاتا المكتسبات اللي كتعرفها بلادنا. احنا ما يمكنناش نكرو أن المغرب الحمد لله تيزيد، ولكن الهرويين دابا المدينة الجديدة العمر ديالها 10 سنوات تحتاج إلى فاعل سياسي حقيقي من أجل المساءلة ومن أجل الملاحظة ومن أجل الاستنتاج وطرح الأسئلة المحرجة من أجل تنمية حقيقية بالمنطقة كما شار الأستاذ سعيد. لهذا فنحن ملتفون يعني حول قيم ومبادئ حزب تحالف فيدرالية اليسار، لأننا تنعرفوا الناس القياديين الناس وطنيين أبناء الحي المحمدي، آن الأوان ليقولون كلمتهم. وكنقولوا الحي المحمدي لأننا احنا الآن نعيش في الهرويين المدينة الجديدة، إما
أن يعطون أصواتهم للكفاءات والناس الذين يستحقون لإخراج المدينة الجديدة من هذا النفق الضيق والمظلم أيضا. لأن راه يكفيك أستاذ الكريم حمزة جولة واحدة هنايا في المنطقة ويمكن لك تكتشف هذه الأمور كاملة اللي تكلمنا عليها. ونجدد الشكر ديالي إلى صفحة وإلى جريدة أنفاس على هذه المبادرات الطيبة وعلى هذا اللي يعني أنها نقلت يعني جزء من عملية ديال الترويج وعملية ديال الحملة الانتخابية ديال تحالف في دار اليسار. كنتمنى من المواطنين انهم يصوتوا على هذا الحزب ياك بالنسبه لحيتاش عندنا هنايا واحد المنطقه اللي منسيه ياك، وكنتمنى من المواطنين انهم يشجعونا ياك ويعطيو تكافؤ الفرص.